بداية لا تنسوا الصلاة على النبي، ورح نعرف بهذا الفيديو أهم المناطق السياحية في إسطنبول، ولا تنسونا من اللايك والاشتراك. اليوم بدنا نحكي عن أجمل وأشهر مدن تركيا، إسطنبول. إسطنبول وخاصة ميدان تقسيم، واحد من أشهر المناطق الموجودة في إسطنبول. شارع الاستقلال أهم شارع موجود في تقسيم، هذا الشارع ملايين من السياح بيزوروه يوميا. هذا الشارع في بداخله متحف الشمع، وآخر شارع الاستقلال برج غلاطة، واحد من أشهر الأبراج الموجودة في إسطنبول ومن أشهر معالمها. ومن بعد ما تخلص من برج غلاطة تقدر تروح على قصر دولمة بهجة، هذا في منطقة بشكتاش. قصر دولمة بهجة قصر السلاطين أو قصر الحكام الدولة العثمانية، وبنفس الوقت تقدر تستمتع بالميدان الموجود حوالين القصر، وبنفس الوقت في برج الساعة الموجود جنب القصر. منطقة السلطان أحمد أشهر ما فيها المسجدين إقبال بعض، مسجد السلطان أحمد ومسجد آيا صوفيا ومسجد سلطان أحمد، من أهم المعالم إسطنبول وهو تحفة من الداخل. والآن إلى المسجد الثاني وهو آيا صوفيا، له تاريخ كبير، كان كنيسة ثم مسجد ثم متحف ثم مسجد، والحمد لله تقدر تزوره وتصلي فيه إن شاء الله. بعد آيا صوفيا تقدر تروح إلى قصر تاب قابي، قصر السلاطين في الدولة العثمانية، والآن حولوه إلى متحف، بتقدر تشوف فيه كثير من تاريخ الدولة العثمانية والإسلامية. بعد قصر توب قابي بتقدر تروح إلى حديقة جولهانا، بعد لفة على القصور والمساجد لازم تروح إلى حديقة تروق فيها، حديقة جميلة بل أكثر من ذلك. وبعد الحديقة بتقدر تروح إلى متحف البازليه، هذا المتحف هو لحفظ المياه بداخله، بس جمال المتحف بطريقة البناء وفيه أشياء مميزة وبعض الآثار القديمة. بعد منطقة السلطان أحمد في السوق القديم أو السوق المسقوف، يعتبر أحد أقدم الأسواق في العالم، فيه كثير من المحلات وكثير من التفرعات، وإذا رحت هنيك أكيد بتضيع فيه طبعا من كبر السوق، وإذا كنت معاك زوجتك الله يعينك، بس هذا حال الكل. هذا السوق من أهم الأسواق إسطنبول، أكيد في إسطنبول أسواق كثير، ومنها مثل سوق المصري والسوق محمود باشا. وبعد السوق بإمكانك تروح على حديقة مينيا تورك أو تركيا المصغرة، فيها كل معالم تركيا المشهورة في تركيا، حديقة كثير حلوة وكبيرة. وبعدها بتروح إلى مسجد الأيوب، فيه قبر الصحابي أبو أيوب الأنصاري الله يرحمه، وفي هذا المكان تقدر تزور المسجد والقبر أبو أيوب الأنصاري. معلومة صغيرة على السريع، بالنسبة للأتراك لقب السلطان لقب كبير، عشان هيك عطوه هذا اللقب إلى أبو أيوب الأنصاري، عشان هيك اسم المنطقة السلطان أيوب. وقريب من مسجد الأيوب في تلة اسمها تلة البيرلوتي، هاي من أجمل الأماكن، فيها تلة فريك تعطيك إطلالة رائعة. وبعد ما تخلص بتروح على مدينة الملاهي فيلان، فيها ألعاب خطيرة ومرعبة وفيها ألعاب للأطفال، هاي ملاهي كبيرة وفيها كثير من الألعاب الترفيهية والمرعبة والأنشطة المتنوعة. وبعد هيك بإمكانك تروح على منطقة البلاط أو بيوت الملونة، من أجمل الأحياء وأقدم الأحياء إسطنبول، أكثر المسلسلات التركية يتم التصوير فيها من جمالها وألوان بيوتها، وإذا بتحب التصوير لازم تزور حي البلاط. وبعد هيك بإمكانك تروح إلى قلعة رملي حصار، هذه القلعة بناها محمد الفاتح بوقت فتح قسطنطينية، بتشوف القلعة من الداخل وبتتعرف على تفاصيل القلعة. وبعد القلعة بتروح على حديقة ميركال، واحدة من أكبر الحدائق إسطنبول، وبنفس الوقت بتطل على مضيق باسفور، الحديقة أجمل ما فيها زهرة التولين. وبعد الحديقة بتروح إلى برج الفتاة، برج الفتاة فيه عليه كثير من القصص، بس أحلى إشي فيه ما حدا بيعرف مين البناء أو تاريخ البناء، يعني مجهول. وبعد برج الفتاة إلى جزيرة الأميرات، طبعا هي من أجمل المناطق وأجمل الأشياء بجزيرة طلتها على بحر مرمرة، والهدوء الهدوء، تقدر تروح تقضي يوم كامل فيها وتأخذ أجمل الصور. وبعد جزيرة الأميرات تقدر تروح إلى تل العرائس، هي عبارة عن منطقة مرتفعة بتعطيك إطلالة رائعة، وهيك بضل شغلتين مهمتين
الاشتراك ولايك. دمتم بخير والسلام.